لمزيد من التفاصيل ينضم إلي هاتفيا الدكتور رمضان الحضري، الأديب والناقد. دكتور رمضان، إذن لو تحدثنا عن هذه المبادرة أو الجائزة مدن القصائد، يعني أهميتها بالطبع في ربط الشعر بالمكان وإحياء العديد من التراث في هذه المدن العربية وغيرها بالطبع. يعني مع نسمات الصباح الجميلة وأضواء الشمس المبهرة، أقول صباح الخير لكل السادة المشاهدين والمتابعين لقناة النيل للأخبار، وأهدي طاقات الورد والريحان لكل العاملين في قناتنا، قناة النيل للأخبار، تلك القناة التي تلتزم بميثاق الشرف الإعلامي على مستوى العالم، فقد أصبحت قناتكم مرآة حقيقية لما يدور على أرض مصر المباركة وما يحدث في عالمنا الحالي بموضوعية تامة وإنسانية موجهة لكل ذي حس في هذا العالم الشاسع. فاسمح لي أن أقدم لكم التحية الخالصة لقاء ما تقدمونه من صدق على قناتكم. الحقيقة أن منظمة اليسيسكو تحاول أن يكون لها دور محوري في إعادة الثقافة الإسلامية إلى عهدها الحقيقي، وهو عهد صدارة الثقافات، لأن منظمة التربية والعلوم والثقافة الإسلامية في هذا الوقت بالتحديد تعاني مما يدور في هذا العالم المتخبط في قوانينه وقراراته، فتسعى المنظمة جادة لتعيد للشخصية الإسلامية دورها المحوري في التأثير الثقافي على العالم. وكما تعلمون وكما يعلم العالم من مائه إلى مائه أن الثقافة الإسلامية تختلف عن بقية الثقافات في كونها ثقافة تعتمد العلم والفهم والمحبة والتسامح ونبذ الخلافات مهما كان مستوى العداوات، لأن الثقافات الأخرى مبنية على الاستحواذ والقوة الغاشمة كما يحبون أن يقولوها، إنما الثقافة الإسلامية مبنية على الثقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان بصرف النظر عن شريعته إذا كان يهوديا أو مسيحيا. فالثقافة الإسلامية مبنية على وحدة الاعتقاد مع الثقافة المسيحية واليهودية، وجميعهم يدعون إلى أصلين لا ثالث لهما، الأصل الأول أن يعبد الناس جميعا ربهم، والأصل الثاني أن يعبدوا الله بما شرع الله. ولذلك انظر إلى الثقافة الإسلامية المبنية على الحمد لله رب العالمين، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. حينما تختار المنظمة ثلاثة مدن رئيسا للاحتفال بها كمدن للثقافة الإسلامية هذا العام، ويتم اختيار مراكش في المملكة المغربية الشقيقة وبنغازي في دولة ليبيا الشقيقة ومدينة شوشة في مدينة أذربيجان، فهذا يعني أن امتداد العالم الإسلامي وثقافة العالم الإسلامي لم تنحسر كما يظنون، وإن كان ضعف دور الدول الإسلامية في هذا التوقيت. وإذا بدأت معك بسبب اختيار مدينة مراكش، فهذه مدينة قديمة مبنية من زمن يوسف بن تشفين قائد دولة الموحدين في بلاد الأندلس، أنشئت عام 1071 يعني منذ 1000 عام تقريبا، رغم أن تاريخها الوجود الحقيقي كما كان هو تاريخ يصل إلى ما قبل الميلاد. وكذلك مشهور عنها أنها كانت مدينة قديمة أقدم من وجودها مع يوسف بن تشفين. شأنها في ذلك شأن مدينة بنغازي التي يعود تسميتها إلى بنغازي عام 1450، بينما هي مدينة قديمة ومعروفة قبل الميلاد بحوالي 525 سنة قبل الميلاد. وكانت مدينة بنغازي تتبع مصر القديمة وأطلق عليها الإغريق بلاد غرب النيل، وهو اسم دولة ليبيا باللغة الإغريقية بلاد غرب النيل. أما مدينة
شوشة في أذربيجان. وأنا لا أريد أن أتحدث كثيرا عن مراكش وهي أرض الله كما هي ترجمتها باللغة الأمازيغية، ولا أريد أن أتحدث كثيرا عن بنغازي لأنها معروفة للشباب وللعلماء والأدباء العرب، ولكن يهمني أن أتحدث عن مدينة شوشة في أذربيجان. هذه المدينة التي تحررت قريبا من أرمينيا، وتعتبر هذه المدينة أقدم مركز للثقافة والأدب والشعر والموسيقى الشعبية والكلاسيكية في أذربيجان. وتاريخ قلعة شوشة الواقعة في شمال مدينة شوشة التي شيدت هذه القلعة لصد الهجمات ولم تستطع أن تصد الهجمات لأن الحكام في المشرق أو في أقصى المشرق حاولوا أن يقلدوا الحكام العرب في بناء قلاع لحمايتهم، ولكن هذه القلاع فشلت كثيرا. أما هذه المدينة تأسست حديثا غالبا في منتصف القرن الثامن عشر وفقا للمصادر التاريخية. مدينة أذربيجان كذلك في مدخلها لوحة شعار المدينة، وهو كما هو الحال في جميع المدن على الساحلية على بحر قزوين. شعار المدينة تكون صورة للنمر الذي يرمز إلى القوة وإلى النار وحصان. ومدينة شوشة كذلك مدينة كبيرة ليست صغيرة، لأنها تتكون من حوالي 17 مقاطعة، وهي أقرب إلى الجذور التركية من غيرها، وبنيت معظمها على الفكر العربي والحضارة العربية، فبها فأحياءها مملوءة بالمساجد والنوافير. يعني بالفعل دكتور يعني رمضان، يعني هي مبادرة أو مسابقة يعني ستكون لها تأثيرها بالفعل على خلق حالة من الحركة الأدبي والشعري في عدد من مدن العالم الإسلامي وتحديدا المدن التي فازت بهذه المسابقة. يعني هي عذرا لضيق الوقت يعني دكتور رمضان، يعني نود الحديث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، لكن عذرا لأننا مرتبطين ببعض أيضا موجز لأهم الأنباء وبعض الفقرات الأخرى. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم دكتور رمضان الحضري الأديب والناقد.